يسري، في عندي بعض الأسئلة كتير الحقيقة. يعني مثلا في كل عيد مثلا سنن الأضحية، نعم، المضحي إيه الواجب اللي ممكن يكون عليه؟ هو طبعا احنا بنقول للمضحي لله وان هو يضحي ان شاء الله وينفذ سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول له تشبه بالحجيج، يعني ما تاخدش حاجة من الأظافر ولا من الشعر، دي سنة. طب افرض حضرتك واحد شغله لازم يحلق دقنه، نقول له ما فيش حاجة، لأن انت دي سنة، ان التزمت بيها هتاخد أجر، ما عملتش السنة ما عليكش وزر. السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ده تعريف السنة. طيب يوم الأضحية أضحي بإيه؟ بعض الناس هيضحي مثلا هو عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده بخروف، نقول له الخروف ده ما يقلش عن 6 شهور. طب لو هيضحي بشاه أو من الماعز ما تقلش عن سنة قمرية. طيب لو فيها لحم وأقل من سنة ما فيش مانع أنه يذبحها. طيب جماعة هيشتركوا مع بعض في أعزك الله في بقرة أو في جاموسة، نقول له ما فيش مشكلة، 7 مع بعض يشتركوا فيها، انت لك سبع هذه البقرة اللي هتذبح، سبع الأضحية لك سبع منها. طب السبع ده اعمل فيه ايه؟ معلش يعني اللي مش قادر ان هو يشتري ويعمل أضحية ممكن يشارك؟ او ممكن 7 مع بعض، 7 في جمل او في بقرة او في جاموسة او في عجل مثلا، 7 يشتركوا مع بعض. ما فيش في خروف؟ طيب لا، خروف واحد عن البيت. بعض المذاهب بس مش ده مش مذهب الجمهور، بس عايزين نبسطها على الناس شويه. بعض المذاهب بس ما نفعش. بعض المذاهب قالوا يجوز الاضحيه بفرخه بديك، لكن ده مش مذهب الجمهور. جمهور الفقهاء ان اقل حاجه يبقى خروف او معزه، ده اللي فعله سيدنا النبي، ضحى بكبشين اقرنين املحين. يبقى الاضحيه ليس فيها عيوب، لا عمياء ولا عجفاء ولا هزيله ولا كذا، تبقى سليمه. والاضحيه دي حاجه بيقربها لربنا سبحانه وتعالى، فتكون حاجه يعني على ما يرام، لانها تقع بين يدي الله سبحانه وتعالى وتشهد لصاحبها يوم القيامه. الاضحيه بنقسمها 3 اقسام. ثلث الأضحية لأهل البيت، للبيت بتاعي والأولادي والأهلي. الثلث الثاني للأقارب والأصدقاء على سبيل الهدية. الثلث الثالث بنهب ثوابها أو بنضيها لصدقات للفقراء والمساكين والمحتاجين. طيب الإنسان لما يجي له جزار، ودي حاجة مهمة، ينفع أدي للجزار الأجرة بتاعته من الأضحية؟ ما ينفعش، لان سيدنا النبي نهى عن كده. برضو السادة المشاهدين يبقوا دي حاجة مهمة، الحتة دي حاجة كويس مهمة. يعني ما ياخدش مثلا لحمة، ما ياخدش اجرته لحمة. افرق بين حاجة، الجزار هيذبح الخروف هياخد 500 جنيه، اتفضل ال 500 جنيه وبعدين اديله من اللحمة اللي هو ذبحها، من بس ياخد اجره الاول. وكمان جلد الاضحية ما ينفعش ابيعه، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. الأضحية لا، دي تاني بقى علشان برضو الناس برضو تسمع، اللي بيع جلد الأضحية ما ينفعش، لأن سيدنا النبي قال كده في الحديث، أفضل من باع والسلام. جلد أضحيته فلا أضحية له. أيوة. طب الجزار يقول أنا هاخد جلد الأضحية هديه لحد، ما فيش مشكلة، على سبيل الصدقة، على سبيل أن واحد هيستفيد. لكن أنه اللي بيضحي يبيع الجلد الأضحية لا، ما يبيعش جلد الأضحية. ودلوقتي ما شاء الله المؤسسات الخيرية ووزارة الأوقاف بتقبل هذه الجلود وبتتصدق بيها بعد كده. فإحنا بنقول للناس اللي هيعمل أضحية يبقى يقسمها 3 أقسام، قسم للبيت، قسم للأقارب وللهدايا، وقسم للصدقات، ويديها للناس. ما يقولش مثلا أنا هاخد الحاجة المميزة للبيت لا، كله يختلط على بعضه ويوزع بعد كده 3 أقسام. المواعيد بقى اللي هي المواعيد الشرعية للأضحية إمتى؟ من بعد صلاة العيد، ربنا بيقول للنبي فصل لربك وانحر. الجزار مشغول أول يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، رابع يوم العيد، لغاية عصر يوم التشريق الرابع اللي هو آخر يوم. قبل العصر أكون ذبحت. وما فيش وقت مستحب يعني في خلال اليوم؟ السنة بعد صلاة العيد مباشرة، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال له كده فصل لربك وانحر، اللي هو يوم الايه؟ يوم العيد. لم أستطع يوم العيد، ممكن تاني يوم. في برضه سؤال مهم هيقابلنا في الأضحية. واحد بيقول لي أنا ربنا رزقني بولد أو رزقني ببنت وعايز أعمل عقيقة، وما عنديش مقدرة إن أنا أعمل عقيقة
واعمل اضحيه دخلها. اقول له ينفع تدخل النيتين مع بعض؟ الله، عقيقه واضحيه مع بعض، دي حلوه. دي عيب تاني بقى يا شيخ يسري. دي برضه لو واحد ربنا رزقه بولد او ببنت وعايز يعمل عقيقه وهو امكانياته يجيب خروف واحد للعقيقه او خروف واحد للاضحيه، بالنيه بقى اقول له اجمع النيتين مع بعض. الله، عقيقه واضحيه مع بعض. أيوه، بنيه واحده طالما مش في المقدره انه يجيب ايه للعقيقه خروف وللاضحيه خروف. طيب انا عايزه بقى قبل ما نختم بالشيخ ايهاب بصوته الجميل الحلو ده، عايزه بقى حضرتك تقول كده يعني نصيحه للناس، كلمه اخيره يعني. نصيحه الاول اقول للساده المشاهدين جميعا كل عام وحضراتكم بالف خير، واقول لكم ما عبد الله بشيء احب اليه من جبر الخاطر. نعم، اجبروا بخاطر الفقير والارمله واليتيم والمسكين في يوم العيد حتى غير المسلمين، وانا بعيدها تاني، اجبر بخاطر الناس، لان اللي هيجبر بخاطر الناس هيتجلى الله عليه باسمه الجبار وهيجبر بخاطره ان شاء الله.